لمسة مفخرة فاس، مفخرة الجماهير المغربية، بأجمل رسالة من أبناء الوطن، من أجمل ومن أجل كذلك قضايا الوطن. صحراؤنا وطننا، وأي حب وعشق لهذا الوطن الغالي من مدينة فاس، من مدينة الحضارة والتاريخ والمواطنة. جمهور فاس العالم يبعث لكم أجمل وأحلى الرسائل. قلت مقتبسين هذه اللوحة الكوريغرافية من خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، من خطاب جلالته في ذكرى 20 من غشت. ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وخريطة المغرب خفاقة جميلة رائعة في مدرجات الملعب الكبير بمدينة فاس.